أهلا بكم، هذه نشرة مفصلة نقدمها لكم من قناة سما الفضائية، والبداية دائما بالعناوين. قصف صاروخي مجهول ينهال على قاعدة غير شرعية للاحتلال الأمريكي في كونيكو شرقي سوريا. سلامة أطفال أي وطن تعبر عن سلامة مجتمعه وأجياله. إطلاق البرنامج الوطني للكشف والتدخل المبكر لنقص السمع عند حديثي الولادة. والسيدة أسماء الأسد تؤكد أن الرعاية الصحية من أهم معايير تقدم المجتمعات. ومنصة فيرمو تحذر من مستويات مرتفعة لخطورة الحرائق في غابات شمال غربي سوريا. أهلا بكم من جديد. دانت الخارجية الروسية قرار الإدارة الأمريكية بعدم تمديد الرفع الجزئي للعقوبة عن المساعدات الإنسانية المقدمة لسوريا بعد الزلزال المدمر الذي ضرب شمال البلاد في 6 شباط الماضي. وقالت الخارجية الروسية في بيان لها إن قرار واشنطن بعدم تمديد مفعول الرخصة العامة 23 المعني برفع العقوبات عن المساعدات الإنسانية المقدمة للشعب السوري والذي صدر في أعقاب الزلزال المدمر الذي ضرب سوريا في 6 شباط الماضي تسبب بخيبة أمل، وهو قرار يجب إدانته. وأشار البيان إلى أن هذا القرار يؤكد مرة أخرى عدم اكتراث الولايات المتحدة بالاحتياجات الإنسانية للشعب السوري وتجاهلها للمهام الأساسية في ترميم مرافق البنية التحتية المدنية الحيوية في سوريا. شن مجهولون هجوما صاروخيا على قاعدة الجيش الأمريكي في حقل كونيكو للغاز الطبيعي. وقالت مصادر محلية في دير الزور إن ذوي سلسلة انفجارات سمع في أرجاء القرى والبلدات في محيط حقل كونيكو للغاز الطبيعي في ريف المحافظة الشمالي، ناجمة عن قصف صاروخي تعرضت له القاعدة العسكرية اللاشرعية التي يتخذها الجيش الأمريكي في الحقل. وأكدت المصادر أن 3 صواريخ أطلقها مجهولون صباح اليوم على الجيش الأمريكي داخل قاعدته اللاشرعية وأصابت أهدافها. وفور سماع الانفجارات شهدت المنطقة المحيطة بالقاعدة الأمريكية في حقل كونيكو استنفارا كبيرا لقوات الاحتلال الأمريكي والمسلحين الموالين له من ميليشيات قسد. وبالتوازي سير الجيش الأمريكي طائراته الاستطلاعية فوق كونيكو ومحيطها. وتشهد منطقة ريف دير الزور الشمالي في الفترة الأخيرة تحشيدات عسكرية كبيرة من قبل قوات الاحتلال الأمريكي، ويعد حقل كونيكو الذي يحتله الجيش الأمريكي أيضا أكبر حقول الغاز السورية، ويبعد 20 كيلومترا شمالي دير الزور، ويحوي مصنعا للغاز تم بناؤه عام 2005. وتقع قاعدة كونيكو بالقرب من قاعدة أمريكية أخرى لا شرعية في حقل العمر النفطي الذي يعد أكبر حقول النفط السورية. شهد محور ريف اللاذقية الشمالي اشتباكات عنيفة بين وحدات من الجيش العربي السوري مع مسلحين ما تسمى هيئة تحرير الشام التي تعتبر الواجهة الحالية لتنظيم جبهة النصر الإرهابي في إدلب. وقال مصدر ميداني غير رسمي إن مجموعة مسلحة حاولت التسلل إلى أحد مواقع الجيش على محور عين البيضاء في ريف اللاذقية الشمالي ظهر الجمعة، حيث تم كشف المجموعة المتسللة، لينتقل المشهد الميداني إلى اشتباكات عنيفة بمختلف الأسلحة المتوسطة والثقيلة تزامنا مع رمايات مدفعية مكثفة استهدفت خطوط إمداد المسلحين الخلفية في المنطقة. وأضاف المصدر أنه قد تم إحباط محاولة الهجوم هذه بشكل كامل دون تغير بخارطة السيطرة. تواصل ما تعرف بالأجهزة الأمنية التابعة لهيئة تحرير الشام جبهة النصرة الإرهابية حملة الاعتقالات التعسفية ضد المدنيين في مناطق نفوذها وسط استمرار الاستياء والسخط الشعبي حيال الانتهاكات المستمرة بالرغم من الاحتجاجات والتظاهرات الرافضة لهذه الممارسات. وفي هذا السياق اعتقل شقيقان خلال الساعات الفائتة من قبل عناصر ما يسمى جهاز الأمن العام التابع لتحرير الشام في قرية البالعة بريف إدلب الغربي دون معرفة أسباب الاعتقال.
الأطفال، حيث جرى اقتيادهما إلى جهة مجهولة دون معرفة مصيرهما حتى اللحظة. ويشار إلى أن مصيرا مجهولا يلاحق نحو 15 شخصا اعتقلوا بتاريخ 9 من آب الجاري في عملية دهم لقرية كفر كيلا بريف إدلب الغربي من قبل جبهة النصرة الإرهابية. قالت مصادر أهلية أنه يصل إلى مشافي مدينة الحسكة معدلات غير مسبوقة في حالات الجفاف والتهاب معدة وأمعاء والتهاب جلدية والتهاب كبد وأمراض تنتقل عن طريق الطعام والشراب ناجمة عن مياه الشرب التي لم يعرف مصدرها، ويلجأ إليها الأهالي في ظل انقطاع مياه محطة علوك الوارد من بلدة رأس العين ضمن مناطق سيطرة الاحتلال التركي والميليشيات التابعة له. هذا وكان بحث محافظ الحسكة الدكتور لؤي صيوح مع مديري مكاتب المنظمات الدولية العاملة في المحافظة خطة استجابة مياه الشرب في مركز المدينة بغية تنسيق الجهود لتكون متكاملة وضمان إيصال المياه لأكبر عدد ممكن من الأهالي مع استمرار جريمة المحتل التركي وتنظيمته الإرهابية بقطع مياه الشرب عنهم. وبين صيوح أهمية تنسيق الجهود بين كل المنظمات العاملة في المحافظة لتكون متكاملة لضمان وصول المياه إلى كل المنازل وزيادة كميات الوارد المائي التي يتم نقلها عن طريق المنظمات الدولية، والتأكيد على فرع منظمة الهلال الأحمر العربي السوري لزيادة عدد الصهاريج التي تقوم بنقل المياه. أكدت السيدة الأولى أسماء الأسد خلال إطلاق البرنامج الوطني للكشف والتدخل المبكر لنقص السمع عند حديثي الولادة أن الرعاية الصحية من أهم معايير تقدم المجتمعات. وأضافت السيدة الأولى رغم أن التحديات على المستوى الوطني كبيرة ومتعددة إلا أنها لم ولن تكون مبررا لعدم السير قدما والإنتاج والإنجاز على مختلف الصعد وفي شتى المجالات، فاعتلال قطاع أو جزء من قطاع لا يعني عدم التقدم في قطاعات أخرى، وكما المرض بحاجة لعلاج مناسب وفي وقت مناسب كذلك الأزمات مهما تعقدت فالخروج منها لن يكون إلا بالعمل الصحيح والتوقيت المناسب والعمل الدؤوب. السيدات والسادة، لا يخفى على أحد منكم أن الرعاية الصحية هي واحدة من أهم معايير تقدم ورقي المجتمعات، كونها تعبر عن الوجهين الإنساني والإنتاجي لها وما يحملان من مضامين تنموية واجتماعية، على اعتبار أن بناء الإنسان السليم المعافى هو مسؤولية إنسانية وأخلاقية. لقد كان توفر العلاجات الطبية للمرضى هو المحور الأهم لقياس التقدم في مجال الصحة العامة عبر العقود الماضية، لكن التطور العلمي الكبير الذي تحقق عالمياً في هذا المجال قد بدل المعايير، بحيث أصبحت الوقاية اليوم من الأمراض هي المعيار الأهم متفوقة على العلاج والعناية الطبية اللاحقة. فالوقاية تخفض من نسبة حدوث المرض في أحسن الاحتمالات وتجعل العلاج أكثر فاعلية في أسوأها، كما أنها تساهم في تخفيض التكاليف الباهظة للرعاية الصحية والتي تشكل عبئاً كبيراً جداً حتى على موازنات الدول الغنية. فكيف سيكون الحال لدول محدودة الموارد محاصرة محاربة؟ ستكون أهمية الوقاية مضاعفة بكل تأكيد. وإذا كان الإنسان هو منطلق مستقر أي عمل إنساني أو خدمات طبية تقدم، فإن الأطفال يحتلون المرتبة الأولى في هذه الخدمات. فسلامة أطفال أي وطن تعبر عن سلامة مجتمعه وأجياله، وبالتالي سلامة مستقبله. وبمقدار ما يتسم الطفل بشدة التأثر وسرعة العطب، بمقدار ما يتميز بسرعة التجدد والشفاء، وأكثر الأمراض شفاء لديه هي نفسها أكثر الأمراض إعاقة لصحته، وهي بالطبع الأمراض المتعلقة بالحواس، لما تشكل من أساس النمو المعرفي والتواصلي للأطفال. وفي مقدمة هذه الحواس أهمية حاسة السمع، فالطفل الفاقد لها
كما ذكر السادة الأطباء والمختصون منذ قليل، هو فاقد للكلام أيضاً، غير قادر لا على التواصل ولا التفاعل مع محيطه، غير قادر على التعلم ولا التطور، لكنه وفوق كل ما سبق هو عبء على ذويه ومجتمعه ووطنه دون ذنب منه، بل بتقصير منا عائلة أو مجتمعا أو دولة، خاصة أن الكشف المبكر لهذا المرض ممكن ومتاح، ونتائج العلاج فعالة إلى حد كبير في حال تم التدخل المناسب في الوقت المناسب. فإذا المسؤولية تقع علينا جميعا، بدءا من الأهل والمؤسسات المعنية، مرورا ببروتوكولات التشخيص الحالة في مراحلها المبكرة، وصولا للمعالجة التخصصية. إن هذه المسؤولية المشتركة بين كل جهات السابقة هي التي تشكل روح البرنامج الوطني للكشف والتدخل المبكر لنقص السمع عند حديثي الولادة الذي نطلقه اليوم، والذي لا ينطلق من الصفر وإنما من مرحلة متقدمة مبنية على تجربة وطنية عمرها سنوات، تراكمت عاما بعد عام واستندت إلى تأهيل عال للكوادر الطبية والفنية التخصصية، وإلى مراكز جديدة وتجهيزات حديثة. وإذ يشكل البرنامج الوطني خطوة هامة إلى الأمام في المجال الصحي، فهو أيضا تجسيد حي للسياسات الصحية العامة التي بدأت سوريا بانتهاجها وبخطى متسارعة. ورغم أن التحديات على المستوى الوطني كبيرة ومتعددة، إلا أنها لم ولن تكون مبررا لعدم السير قدما والإنتاج والإنجاز على مختلف الصعد وفي شتى المجالات. فاعتلال قطاع أو جزء من قطاع لا يعني عدم التقدم في قطاعات أخرى. وكما المرض بحاجة لعلاج مناسب وفي وقت مناسب، كذلك الأزمات مهما تعقدت فالخروج منها لن يكون إلا بالعمل الصحيح والتوقيت المناسب والعمل الدؤوب. السيدات والسادة، وقبل الختام، إن هذه الدقائق القليلة التي استمعتم مشكورين فيها لكلمتي هي نفسها مدة الفحص، هي نفسها إن أغفلناها ما تفصل هذا الطفل عن عالمه لبقية حياته، لا سمعا ولا تواصل ولا كلاما. هي دقائق ستمكن آلاف الأطفال أن يكونوا أطفالا كاملين في مجتمعاتهم، بدل أن نحرمهم حقهم بالكشف المبكر بالتقصير أو الإهمال. فلنقم بواجبنا تجاههم أسرة، مجتمعا ومؤسسات، لكي تتحقق الغاية الأسمى، وليكون لكل طفل صوت يسمع. شكرا. ويسعى البرنامج الوطني للكشف والتدخل المبكر لنقص السمع عند حديثي الولادة إلى إجراء مسح سمعي لحديثي الولادة خلال الشهر الأول، والتشخيص بعمر 3 أشهر، والتدخل قبل الشهر السادس، وفق ما أوضحه رئيس الشعب الأذنية في مشفى المواساة الجامعي وعضو البرنامج الدكتور حسام حديد. ويهدف البرنامج حسب ما أوضحه الدكتور حديد في تصريح لوكالة سانا إلى إجراء المسح والتشخيص السمعي لكل حديثي الولادة في سوريا بمقدار أكثر من 500,000 طفل سنويا، وتدخل لاحقا عند الحاجة للأطفال الذين يتبين أن لديهم نقص سمع، مشيرا إلى أن الخدمة تقدم لكل حديثي الولادة بشكل مجاني عبر 46 مركزا منتشرا في المحافظات السورية كافة. ويعمل على تنفيذ البرنامج كل من وزارات الصحة التعليمية
التعليم العالي والبحث العلمي، الدفاع والداخلية، والمنظمة السورية للأشخاص ذوي الإعاقة آمال، ومنظمة الهلال الأحمر العربي السورية. انطلقت منافسات التصفيات النهائية للأولمبياد العلمي للصغار واليافعين لعام 2023 التي تقيمها إدارة الأولمبياد العلمي السوري في هيئة التميز والإبداع على مدى 7 أيام، وذلك في المركز الوطني للمتميزين بحمص. وأوضحت المهندسة لين قاسم مديرة الأولمبياد العلمي السوري في هيئة التميز والإبداع في تصريح لسانة أن هذه التصفيات تقام على مرحلتين، الأولى لفئة الصغار خلال الفترة ما بين 10 و13 من آب الجاري، بينما تقام منافسات فئة اليافعين خلال الفترة ما بين 13 و17 من آب الجاري. ويشارك في هذه التصفيات 99 طالبا وطالبة من فئة الصغار من الصفين 5 و6 ضمن اختصاصي الرياضيات والعلوم العامة. أما فئة اليافعين فتضم 178 طالبا وطالبة من الصفين 7 و8 موزعين على اختصاصات الرياضيات وعلم الأحياء والفيزياء والكيمياء. وأشارت قاسم إلى أن الطلاب الذين سيحصلون على الميداليات الذهبية والفضية من فئة اليافعين سيتأهلون إلى التصفيات النهائية للأولمبياد العلمي السوري لموسم 2024، وسيحصلون على فرصة الانضمام إلى الفرق الوطنية للأولمبياد العلمي السوري لعام 2024. أعلن المركز الوطني للزلازل عن تسجيل 6 هزات أرضية ضعيفة الشدة خلال 24 ساعة الماضية تراوح قدرها بين 1.6 و 3.5 درجات على مقياس ريختر. من جانب ثان يطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلاتها بنحو 5 إلى 8 درجات مئوية، نتيجة تأثر البلاد بامتداد المنخفض الموسمي الهندي السطحي المترافق بامتداد مرتفع جوي شبه مداري في طبقة الجو العليا. وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية أن يكون الجو شديد الحرارة وصحوا بشكل عام مع ظهور بعض السحب المتفرقة في المناطق الساحلية وسديميا مغبرا فوق المناطق الشرقية والجزيرة والبادية مع نسبة رطوبة مرتفعة وخاصة في المناطق الساحلية والغربية والشمالية الغربية. بيّنت منصة الغابات ومراقبة الحرائق فيرمو أن أغلب مواقع غابات شمال غرب سوريا تتأثر خلال اليوم وغدا وبعد غد بمستويات مرتفعة من خطورة الحرائق مع تأثر بعض المواقع بالمستوى الشديد. وأشارت المنصة في منشور لها عبر صفحتها على فيسبوك إلى مشاركة محدودة للمستويات المتوسطة لخطورة الحرائق، محذرة من أي نشاطات قد تكون سببا في نشوب أي حريق، لافتة إلى أنه يتم إعداد الخرائط في الهيئة العامة للاستشعار عن بعد بالتعاون مع وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي، مديرية الحراج والمديرية العامة للأرصاد الجوية. ودعت المنصة جميع المواطنين إلى عدم إشعال النيران والإبلاغ عن أي نار أو دخان تتم مشاهدته على الأرقام المجانية 188-113. استجر فرع المؤسسة السورية للتجارة في حماة 50 طنا من الفروج مباشرة من المربين، ولا سيما خلال الفترة الحالية والتي يتكبدون فيها خسائر كبيرة نتيجة نفوق عدد كبير من الدواجن جراء الحرارة العالية، ما أدى لارتفاع أسعار منتجات الدواجن حسب المؤسسة. وفقا للخطة المتبعة تستمر عملية الاستجرار من المربين مباشرة بكميات كبيرة وفق التكلفة الحقيقية لإنتاج الفروج ومستلزماته، وذلك بهدف تقديم الدعم للمربين وتفادي المزيد من الخسائر لهم عبر الحفاظ على السعر مع تغطية حاجة السوق المحلية من المادة وتدخل الإيجابي عبر طرح كميات من الفروج المجمد لاحقا في الأسواق ريثما يبدأ الموسم القادم. أصدرت وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي قراراً سمحت بموجبه باستثمار المداجن غير المستثمرة المرخصة وغير المرخصة من قبل مالكيها أو غير مالكيها، ويمنح مستثمرو هذه المداجن وثيقة استثمار وتربية وفق النموذج المعتمد لدى مديريات الزراعة والإصلاح الزراعي.
وحدد القرار صلاحية الوثيقة بدورة تربية واحدة يمكن تجديدها دوريا، بحيث تشمل المنشآت المستثمرة بموجب هذه الوثيقة بالدعم الحكومي المقدم عن دورة التربية المحددة فيها، استنادا إلى كشف مرتبط بوثائق شراء مستلزمات الإنتاج، وينتهي هذا الحق بانتهاء صلاحية الوثيقة. وفي هذا السياق بيّن أسامة حمود مدير الإنتاج الحيواني في الوزارة أن الهدف من القرار هو تشجيع عملية التربية التي شهدت خلال السنوات الأخيرة تراجعاً حاداً، ويأتي لإتاحة استثمار المداجن غير المستثمرة لتجاوز قسم كبير من أسباب التوقف وإتاحة الاستثمار، سواء كانت المنشأة مرخصة أو غير مرخصة. تصدرت محافظة السويداء المرتبة الأولى بين المحافظات السورية بإنتاج الحمص، ووصل إنتاج المحصول فيها إلى نحو 6000 طن. وفي هذا السياق أوضح مدير زراعة السويداء أهيهم حامد أن عمليات حصاد المحصول قد انتهت، وإنتاج المحافظة يفوق إنتاجها الموسم الماضي، حيث كان الإنتاج لا يتجاوز 1300 طن. إلى ذلك وصلت المساحات المزروعة بالحمص في السويداء إلى نحو 23000 هكتار، أغلبها من الأصناف الربيعية. بيّن المدير العام لهيئة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة إيهاب اسمندر أن أسباب نجاح الفئة العمرية الكبيرة نسبيا في المشروعات الصغيرة مقارنة بالفئة الشابة يعود إلى أنهم الأنضج عمرا وتجربة، ويدرسون مشروعاتهم غالبا بعناية. وبشأن امتلاك الهيئة لما يسمى بنك فرص، أوضح اسمندر أنه لا يمكن تعداد أو حصر الفرص الموجودة، وعندما يتقدم صاحب المشروع فإن الهيئة ترشده إلى الاتجاه المناسب وتمكنه من امتلاك سبل نجاح مشروعه من خلال الترويج، باعتبار الهيئة منتشرة في مختلف المحافظات والمناطق، وتتواصل مع المستهدفين من خلال الاتحادات والندوات وورشات العمل، معتبرا أن خدمات الهيئة تشكل مظلة ترعى صاحب المشروع حتى بعد الإنجاز. بيّن تقرير البرنامج الوطني التنموي أن مرحلة التعافي تتضمن التركيز على نشاطات إعادة الإعمار بمفهوم إعادة تأهيل البنى التحتية بوجه خاص، حيث يجري البدء بتوفر الاحتياجات اللازمة استنادا إلى حجم الأضرار التي منيت بها البنى التحتية والقطاعات الاقتصادية والاجتماعية والإمكانات المتاحة. وفقا لتقرير هيئة التخطيط والتعاون الدولي، تهدف هذه المرحلة إلى استعادة التوازن على أن يجري تدريجيا العمل على ترميم سلاسل الإنتاج بدءا بالأقل تكلفة والأكثر إلحاحا، مع التركيز على البنى التحتية نظرا لأهميتها في إعادة إحياء العملية الإنتاجية في سياقها الأوسع. ويشير التقرير إلى أنه تاليا لمرحلة التعافي تبدأ مرحلة الانتعاش، وتهدف إلى البدء بإعادة رسم ملامح الاقتصاد السوري المتكامل. أنهت الشركة العامة للطرق والجسور أعمال صب أحد أكبر القواعد البيتونية للبرج بي بي 709 بكمية بلغت 3750 مترا مربعا من البيتون، وهو أحد الأبراج التي ينفذها الفرع في مشروع السكن البديل ضمن منطقة بيادر نادر بمحافظة دمشق، وفق العقد المبرم مع المؤسسة العامة للإسكان. هذا ونفذ فرع الشركة في دمشق 9 أبراج ضمن أبراج السكن البديل باسيليا، 7 منها أبراج من نموذج بي بي، حيث تم الانتهاء من عمليات الحفر لكامل الأبراج في الموقع بعمق حوالي 20 متر، ويتم حاليا صب القواعد لأربعة أبراج أخرى. وبهذا مشاهدينا نكون قد وصلنا إلى ختام نشرتنا، إلى اللقاء.